إصابتها بفيروس كورونا المستجد على 28 حالة. قال وزير الصحة إن الوزارة عملت على تفعيل المنظومة الصحية الشاملة التي يتم اتباعها في حال تفشي أي وباء عالمي. نهنئ الوطن ونهنئ الأهالي والأسر على وصول أبنائنا من ووهان في الصين. صباح اليوم وصل أول 5000 كت لفحص المرض وتشخيصه مباشرة. قررت الحكومة الأردنية الأحد منع دخول المواطنين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية. طبعاً كما وعدناكم وبكل شفافية هذه أول حالة تسجل. نعلن اليوم خلو الأردن من الكورونا، وصديقنا يعني محمد الحمد لله فحوصاته كويسة وممتازة. تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية اعتباراً من صباح الأحد غداً. تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء حتى إشعار آخر. أختمر المجتمع الأردني كله بإيدك، أنت تشكل خطر على المجتمع. يخضع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة. أعلن تفعيل قانون الدفاع. تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة. بدأت الحكومة اليوم تنفيذ آلية توزيع الخبز على المواطنين، حيث جابت حافلات النقل العام في جميع أرجاء المملكة. عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل. سجلت قبل قليل أول حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا في الأردن. كان لابد من استثناء بعض القطاعات الحيوية من تعليمات الحظر. أحدهم كان السيد صبحي الذي سمعنا عن اسمه من وسائل التواصل الاجتماعي. وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفين الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020. قرار الحكومة تخفيف إجراءات الحجر التي تمثلت بالسماح للمواطنين باستخدام وسائل النقل العام. أنهت إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل العائدين إلى أرض المملكة. مئات العينات تم أخذها من المواطنين المخالطين لسائق شاحنة الخناصر في مدينتي إربد والرمتة. تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساء. يكون أول أيام عيد الفطر السعيد يوم حظر شامل على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات. تقرر عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من الشهر الحالي. تقرر خلال الاجتماع إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. يدعو لأخذ إجراءات جديدة وعندما تتضاعف أعداد الحالات لثلاثة أيام متتالية. انتهى الفيروس، لم يعد ينتقل من أردني إلى أردني، نشف ومات يعني إذا بدك إياه. قال ناطقه باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، قال إن الإسوارة الإلكترونية بدأ استخدامها السبت في الحجر المنزلي. عزل المصابين في منطقة خاصة بريفابس في منطقة البحر الميت. وسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى يتسلمه معالي وزير الصحة تقديرا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الكوادر الطبية. في إغلاق مركز حدود جابر من صباح يوم غد الخميس. عزل لواء الرمثة عن باقي ألوية محافظة إربد. استأنف الأردن رحلات الطيران من وإلى 41 دولة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل. Jordan is ready to play its part to become a regional hub to counter COVID-19. بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي 23.9%. الأردن يرفض فكرة مناعة القطيع. الوباء في المملكة
بدأ في مرحلة الانتشار المجتمعي للأسف. بدأ اليوم العمل بقرار إلغاء الحجر المؤسسي الفندقي الذي يفرض على المسافرين القادمين إلى المملكة واستبداله بحجر منزلي. وافق العاهل الأردني عبد الله الثاني على استقالة حكومة عمر الرزاز وكلفها بمواصلة تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة مطلوب منها عدد من المهمات المحددة، وأولها التعاطي مع جائحة كورونا والتعامل مع التوازن المطلوب في المحافظة على صحة المواطن التي تمثل أولوية قصوى وكبرى لسيد صاحب الجلالة الهاشمية. هذه الإجراءات والخطة الحكومية ستمتد حتى 31/12/2020. الوزير للأسف يعني كان بمختصر يقول دبر حالك، وأكثر من مرة عاد ليها دبر حالك. يبدأ الحظر الليلي للمنشآت الساعة 9 ليلا وللأفراد الساعة 10 ليلا وحتى 6 صباحا. استئجار مستشفى الجاردنز وتخصيصه لحالة الإصابة بكورونا. 91 وفاة و 5996 إصابة بفيروس كورونا. تنافس 1693 مترشحا أو مرشحا ومرشحة. تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا لغاية الآن من وزارة الصحة، وسيكون مجانا وليس إجباريا. بعد الانتهاء من تجهيزات العمل في المستشفى الميداني الأول في محافظة الزرقاء، بدأت الكوادر الطبية باستقبال المصابين بفيروس كورونا. قمنا بالتوقيع النهائي على ما ستوفره شركة فايزر للمملكة ليغطي 5% من المواطنين. اكتشاف إصابتين اثنتين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا. مدير الخدمات الطبية الأسبق الدكتور داوود حنانية أول أردني يحصل على لقاح كورونا ضمن حملة التطعيم، أمر يعكس أهمية المطعوم. الحكومة تعلن إجراءات تخفيفية تتعلق بفتح القطاعات والحظر الشامل والتعليم. اليوم بلغت نسبة إيجابية الفحوصات 5.55%. هاي النسبة زادت عن يوم أمس وعن الأيام القليلة الماضية. لغاية الآن القرار هو كما هو بعودة المدارس في حينها. أقر مجلس التعليم العالي أن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني المقبل إلكترونياً عن بعد بترتيبات جديدة. يبدو أن UK variant أو سلالة البريطانية هي الآن التي تسود في المجتمع الأردني. فقد قررت وزارة التربية والتعليم الاستمرار في تعليق عودة الدفعة الثانية من طلبة الصفين 10 و11 إلى التعليم الوجاهي حتى إشعار آخر. تغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات المنصوص عليها. استقالة وزيري الداخلية والعدل سمير بيضين وبسامة الهوني. هل يشير إلى ربما مرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الأزمة بوجود مازن الفراية كوزير للداخلية؟ أصبحنا نسجل 4 إصابات في كل دقيقة، وأصبحنا نشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أكثر من 5000 روح من أحبائنا، معظمهم من كبار السن. 20 أو 21 مستشفى خاص اللي تعالج المرضى اليوم نسبة الإشغال فيها فعلا وصلت إلى مستويات مرتفعة وتفوق 90%، وبعض هذه المستشفيات وصلت إلى أكثر من 100%. الحكومة أعلنت سلسلة إجراءات وقيود تجديدية لاحتواء انتشار وباء كورونا، على رأسها زيادة ساعات الحظر الليلي خلال أيام الأسبوع وتعليق صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق قطاعات جديدة. موضوع الحظر الشامل الطويل غير وارد في المدى المنظور الآن. سلم الأردن عن طريق ائتلاف كوفاكس الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. كل مقصر يجب أن يحاسب، وأنا كوزير للصحة أتحمل مسؤولية كاملة بهذا الخصوص. ما عليك هل ستستقيل على إثر هذه الحادثة؟ هنالك أنا قدمت استقالتي أمام دولة الرئيس بهذا الموضوع.
إلى مستشفى الصرف الجديد للوقوف على حادثة تكليف وزير الداخلية مازن عبد الله هلال الفراية بتولي وزارة الصحة، ذلك بعد استقالة وزير الصحة نذير عبيدات معلنا تحمله والمسؤولية الأخلاقية عن هذه الحادثة. لليلة الثانية على التوالي تشهد العاصمة الأردنية مظاهرات احتجاجية شارك فيها عدة مئات معظمهم من الشباب، وفرقتهم الشرطة بالقوة. وكان 18,000 شخص قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس يوم أمس، في أعلى رقم منذ بدء برنامج التطعيم الوطني. سجل الأردن الحصيلة اليومية الأعلى من الإصابات بفيروس كورونا ليتجاوز العدد الإجمالي حاجز 500,000 إصابة.